اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل صحي، يعني صحه بنسبه تقريبا 90-80%، وده مجموع يؤهلنا مرحله اولى من التنسيق. زي ما بقول دايما يعني يا مغازي، الاكل بتاعنا من قلب التلاجة، من قلب مطبخنا، من مشترياتنا، الطبيعي خالص. بس ايه المشكله لما تكتبي على باب التلاجة يوم الاحد من كل اسبوع حسب خطه برنامجنا اكله امي بيكون الاكل صحي وبقدر الامكان فيه شويه ما فيهوش دهون، ما فيهوش زبده، بنتلاشى المشاكل الصحيه اللي موجوده في الاكل. يعني من الاخر، الصحه تاج على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. معايا دبابيس فراخ النهارده هنقدر نخليها صحيه، نعملها بصوص الليمون ونشوف صوص الليمون لما ياخد فليفر وطعم لطيف من الروزماري والزعتر وتركايه المغازي، نشوف ازاي. مش هنحمرها بزيت ولا اي حاجه، هنشوف نعملها ازاي مع بعض بطريقه صحيه. ودبابيس الفراخ من الحاجه اللي انا بحبها من ضمن مشتقات الدجاجه. معانا كوسه محشيه النهارده بالخضار، بيسموها في بلاد الشام كوسه بالزيت. يعني زي ورق عنب بالزيت، يا لينجي، دي الاسماء، يا لينجي الكوسه، يا لينجي ورق العنب، يا لينجي يعني الحاجه دي محشيه رز مصري مع تشكيله من الخضار وزيت زيتون ودبس الرمان. ده الشرح النظري. تعالوا نعملها مع بعض النهارده، كوسه محشيه بالخضار، اكيد دي صحيه 100%. الشوربه النهارده بتاعتي كمان شوربه صحيه، بما ان القرع العسلي عندنا في مصر هنا متوفر، وخاصه في الطريق الزراعي واحنا رايحين نزور اهالينا. القرع العسلي بثلاثه تعريفه، تشتري واحده تقطعها في الثلاجه وتقسمها في اكياس كده حسب عدد افراد الاسره، تعمليه مره حلو، مره شوربه، مره ايس كريم وهكذا. انا عامل النهارده شوربه القرع العسلي بالشوفان. الشوفان دايما محطوط في قمه الاكل الغذائي ودايما داخل في المطابخ الصحيه. تعالوا نشوفوا ازاي نستغله مع قرع عسلي، طبق شوربه قيمته الغذائيه عاليه جدا. يعني الوقايه خير من العلاج، وخلونا يبقى يوم اكل صحي كده بطريقه لطيفه وبسيطه. هستاذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه واكل صحي وتفاصيل بسيطه ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اوعوا تروحوا بيت، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ونشوف مع بعض ازاي تفاصيل عمل اكل صحي بنفس المكونات اللي موجوده عندك في باب التلاجه او في التلاجه او في المطبخ، وتوفرها على نفسك زياره دكتور تغذيه، زياره دكتور بيعمل اكل صحي وهكذا. تاكد تعالى مع بعض النهارده نعمل الكوسه المحشيه بالزيت. المسمى العلمي بتاعها والطهوي في المطابخ العربيه كوسه يالنجي، زي ورق العنب يالنجي. معانا كوسه ولازم تشتريها بنفسك انت، حبه صغيره وتكون الحبه قد بعضها كلها بالشكل ده كده. معانا بقدونس، معانا شويه بصل ناعمين، بقتوم ناعم، معلقه فلفله حلوه، ما ننساش عصير الليمون ودبس الرمان، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه كمون. مقادير بسيطه وسهله في متناول الجميع، ولكن الطبق طبق صحي بيناسب كل افراد العائله الصغير والكبير. انا مطلوب مني دلوقتي اعمل الحشوه بتاعه الكوسه. الحشوه اللي انا هعملها دلوقتي ممكن نحشيها لورق العنب، ممكن نحشيها للكرنب زي ما انت عايزه، ممكن تحشيها للبتنجان ونسميه شيخ المحشي زي ما انت حابه. ادي شويه الرز الحلوين بتوعنا، مش هنكتر كده، الرز هيبقى قليل في الحشو. هنكسر من الخضار، ولكن طريقه تقطيع الخضار مهمه جدا، خلي بالك لازم يبقى متقطع ناعم وزي الفل. وقاعده المغازي بتقول لك ايه؟ غسيل الخضار قبل تقطيعه مش بعد تقطيعه. اه، معانا ورق نعناع اخضر بنقطفه كده ونسيب العروق. عرفنا خلاص ان العروق بتبقى مره في قلب الحشوه. ده شويه ورق نعناع حلوين زي الفل. معانا بقدونس ناعم، خلي بالك تعرفي البقدونس من الكزبره، ما ينفعش احشي الكوسه ولا ورق العنب كزبره خضراء، لازم بقدونس. ايه الفرق بين الاثنين يا مغازي؟ ورقه البقدونس بتبقى ورقه خضراء فاتحه ما بيبقاش فيه اطراف منها، ورقه الكزبره الخضراء بتبقى خضار غامق. هناخد الخضره الجميله الحلوه دي كده بالسكينه الحاميه ونفرم الخضار ده بالسكينه. اه بالشكل ده كده. اه السكينه تنزل كده فرمه ناعمه كانك بتفرميه لتبوله. اه شفت صوت السكينه نازل حلو ازاي؟ اه هو ده زي الفل، نفس الطريقه. اه عايزك تتعلمي مسكه السكينه لفرم الخضار، سواء بتعملي طبق تبوله، طبق فتوش وهكذا، حشوه ورق عنب، حشوه كرنب، هكذا. اه
شفتي اهو زي الفل. وخلي بالك من الاخطاء الشائعه في تقطيع الخضروات ان احنا بعد ما نقطعها نفرمها تاني بالسكينه، كده بنفقد نسبه من السوائل بتاعه الخضار. خلي بالك القواعد العلميه لمسك السكينه وتقطيع الخضار مهمه جدا في المطبخ، بتخليكي عندك ثقافه طهويه لطيفه وجميله اهو، وتشجعك انك تعملي اطباق مميزه اهو. تقطيعة الخضار بالشكل ده مهمه جدا. ملاحظين حاجه؟ ان السكينه ما فرمتش تاني ولا عدت مكان ما قطعتي تاني. شويه النعناع دول هنا اهو زي الفل، اخدهم كده بالراحه تحت السكينه برضو اهو، يتفرموا ناعم لان النعناع فيه زيوت طياره، وانا عايز استفيد بطعم النعناع في الحشو اهو. طبعا احنا حاشين شويه معانا، ولكن خلوني ازاي اوري لحضراتكم نعمل حشوه اليالنجي. ادي البقدونس الناعم ينزل على الرز، اللهم صل على النبي. شايفين كتير ازاي؟ اه حلو قوي. عايز اقطع كمان طماطميه ناعمه. تقطيع الطماطم للحشو بالطريقه دي كويسه، اتفقنا؟ ناخدها كده ونشير القلب ده كده، ونفس الطريقه هنا. البلانشه بتاعتك طبعا تكون نظيفه ما تكونش فيها زفاره، والسكينه وهكذا. نشيل دول خالص من هنا عشان بيبقى شكلنا وحش قوي على فكره لما تكوني بتعملي محشي وتعبانه يا عيني في حشو الكوسه البتنجان ورق العنب وهكذا، ونتفاجئ ان في الزهره او المكان القمع بتاع الطماطم ده كده موجود في الحشو، بيبقى في حاجه اسمها عدم اعتناء. مش انك انت مش بتعرفي مطبخ او انك انت مش مهتمه، لا بيبقى في شويه عدم الاعتناء او عدم الاهتمام. خلي بالك هي اخطاء بسيطه، ولكن برضو اللي قاعد بياكل ما يعرفش الكلام ده، يقول لك والله ده معقوله تحط بتاعه الطماطم في قلب الحشوه؟ يبقى شكلنا مش حلو. خلي بالك ده مهم جدا على فكره. اه انا بحكم على السفره وبحكم على الاكل الحلو من طبق السلطه. اه الطماطم تقطع بالشكل ده كده نفس الطريقه. اه مسكتك للسكينه بالطريقه دي مهم جدا. خلي بالك كل ما انا مش بقطع كتير على الهوا، لما بتيجي فرصه للتقطيع لازم اتكلم عن مسكه السكينه وفلسفه مسكه السكينه في التقطيع. اه صباعك ما يجيش على السكينه او على المستحد بتاع السكينه، مع الوقت هيبقى شكل الصباع ده مش لطيف. خلي بالك لان المطبخ هو مملكتك على طول، انت دايما تقفي فيه. اه هتقولي مش هعرف امسك السكينه ازاي كده يا مغازي؟ هتعودي، كل حاجه بالتعود بتبقى سهله وبسيطه. اه اه مش اختراع يعني. اه اه احنا كلنا اتعلمنا ومفيش حد مش بيتعلم. اه شفت ازاي؟ اه طماطم اتقطعت ازاي زي الفل. نفس الطريقه دي لو هتعملي طبق تبوله، الطريقه دي مهمه جدا. اه شايفه ميه الطماطم فين؟ في قلب الطماطم. البلانشه بقى مش كلها غرقانه ميه والجو، لا. وبعدين تشتري الطماطم اللي هي الجامده لما تيجي تعمليها سلطه او تعمليها تقطيعه زي دي كده، تشتري الطماطم الجامده، الطماطم الطريه بتعمليها صلصه او تدخليها في الخضار. حلو. اه قطعت شويه طماطم حلوين، اخدتهم بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، زي ما هم كده بحطهم على البقدونس. مش لازم بقى لحمه مفرومه جوه الحشو، الموضوع هنا مختلف. خلي بالك دي سكه ودي سكه، خلي بالك وده طعم وده طعم، وده مدرسه وده مدرسه. بصلايه ناعمه اهي، حلو قوي. فص توم ناعم، والثوم في ناس بتحب تاكله من غير ما تشوف شكله. حلوه دي جت معايا ازاي مش عارف، في ناس تحب تاكله من غير ما تشوف شكله. اه ده دبس الرمان، وكان في طريقه لاكل الثوم للي يحب ياكل الثوم يعني، بما ان الثوم مفيد جدا على فكره. نجيب الثوم نشويه، راس الثوم زي ما هي كده كانت ام الله يرحمها تشويه في الفرن بعد الخبيز، تيجي ضربه لها مثلا خمس ست حبات بطاطس، خمس ست حبات بطاطا حلوه، خمس ست روس توم. والتوم المشوي ده يا اخوانا طعمه لطيف جدا، كانك بتاكلي فستق حلبي اهو. دي معلقه هريسه حلوه بتدي فليفر وتعلم الطعم. ايه البهارات يا عم الشيف بتاع الاكله دي؟ عصير ليمون دي البدايه، حلو الله، حاجات لطيفه بثلاثه تعريفه، ولكن المطبخ مطبخ عالمي. اه زيت زيتون هنا طبعا هو البطل، خلي بالك ولازم تكون غنيه بزيت الزيتون. البهارات بتاعتنا شويه ملح وشويه فلفل، ادي فلفل والملح تمام،
كنترول على الملح زي الفل كده. وللأمانة أحط سنة بابريكا ونقلب الخليط ده مغازي كله مع بعض. طبعا احنا معانا كوسة محشية عشان احنا بنكسب وقت. نقلب ده كده. شفت الصورة الحلوة بتفاصيلها؟ دايما المغازي يقول لك ايه، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. رز مصري بدأنا بيه. هتقولي لي بقى اختراع وفلاسفه يقول لك رز بسمتي، لا دي عايزه رز مصر. ليه يا عم الشيف؟ ليه رز؟ لانه غني بالكربوهيدرات والنشويات وطعمه في المحشي ما اقولكيش، العالم كله يشهد له. رز مصري، طماطم، بقدونس، نعناع اخضر مفروم، دبس الرمان، عصير ليمون، ملح وفلفل، ثوم وبصل. خلطه كده لطيفه وجميله الواحد يتصور جنبها، فيها تفاصيل كتيره. ناخد الكوسه بقى. كوسه بقى يعني ما تبعتيش مثلا، احنا كلنا عارفين الكلام ده كويس، والنبي وانت جايه مساعدة هاتيلي معاك 2 كوسه، 2 كيلو كوسه، هعملهم محشي زي ما عمل الشيف المغازي النهارده. انا مش عايز الجو ده. انزلي تمشي الغيط بتاع الخضار، تختاري الكوسه بنفسك وتشتريها، هتعرفي تعمليها محشي ازاي، وهتختاري حبه الكوسه قد بعضيها، وتختاري حبه الكوسه تبقى طريه ولطيفه زي الفل. ده مهم جدا على فكره، وفي استمتاع حلو كده لما نشوف نعم ربنا عند الراجل الفكهاني والالوان الجميله، الالوان اللي طالعه من خير ارضنا، اذا كان برتقان او يوسفيا او كوسه او بتنجان عند بتاع الخضار، بنستمتع واحنا بنشتري الحاجات دي. ده عندنا محشيه زي الفل اهي. تمام، هنبدا احنا نكسب وقت ونحط الطاسه دي على النار ونحط فيها شويه زيت زيتون. في عندنا حله على الجنب كده بتغلي، الحله دي فيها ميه. بخترع بوكيه جرنيه كده، جزر وكرفس وبصل وتوم، ده دايما معايا كل يوم بستفيد بيه في ليفر وطعم، بيغنيني عن مكسبات الطعم اللي بتستخدمها كل البيوت. بتلاقي كل الملوخيه اللي بتتعمل في العماره طعم واحد، مكعبات وميه وملوخيه، مكعبات وبتاع ولحمه وكبسه، خلي الطعم بتاعك مختلف، ازاي دي الشطاره؟ ده مطبخ امي واكله امي. ما كانش في زمان هي اصابع ايدك العشرة بيطلع منه الطعم، هي باختصار شديد جدا، واحد واحد بيساوي 2. بصل، طماطم، كرفس، حبان، ورق لورا، وكل اللي عندك حطيهم في قلب الحلة وخليهم يغلوا على النار تكسبوا وقت، حلو الكلام؟ وعندنا هنا الطاسة على النار أو الصينية بتسخن زي الفل. نبدأ إن احنا نحط الكوسة دي تتحمر. كوسة محشية بالخضار. هتقولوا لي ايه الدايت هنا والهيلسي؟ يا ست احسبها بنسبه 60% 80% يا ست الكل، يا اختي يا خالتي يا عمتي. مفيش هنا طبعا لا زبده ولا سمنه ولا لحمه مفرومه ولا ليا. حلو قوي. شفت الكوس؟ زي الفل. تمام. طبعا هحط دول كده زي الفل. خلونا بقى نشوف كم واحده كده نحشيهم مع بعض. خلونا وانا بحشي الكوسه دي اتكلم عن حاجات مهمه جدا في عجاله كده. حشوه اللي انا عملتها دلوقتي تقدر تحشيها لورق عنب اسمه يالنجي، تقدر تحشيها لكرنب، محشي كرنب بالزيت، هي قصه بالزيت هي الطريقه ديت. تقدر تحشي بتنجان يبقى يالنجي البتنجان، تقدر تحشي بطاطس زي ما انت حابه. استاذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وسيبونا اعيش حكايه حشو الكوسه بخضره لطيفه جميله واكل هيلث النهارده. والصحه تاج على رؤوسنا، الصحاء والوقايه خير من العلاج. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة مع مقادير بسيطة وسهلة، المعنى كبير والطعم جديد. الكوسة في قلب الصينية بتستوي، لازم تاخد الصدمة النارية كده واشم ريحة الخضرة ودبس الرمان في قلب الحشوة. معانا الحلة بتاعتنا، بناخد بوكيه جرنيه منها كده. الله. ودايما لما تحطي الشوربة تحطيها ايه من الجنب كده، ما تجيش على الفتحه بتاعت حبه الكوسه وتحطي، لا خالص كده بعيد كده. حلو قوي. تمام، هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف ونسيبها تاخد غلوه على النار عشان نكسب وقت.
حلو الكلام ده، مهم جدا على فكره. ونوسع السكه كده، اللهم صل على النبي، ونحطها هنا. تمام، ونحط دي هنا عشان نعمل فيها دبابيس الفراخ. حلو الكلام ده، مهم جدا برضو في مطبخك عندك على البوتاجاز. 4 عيون 5 عيون ربنا يزيدك، لازم تكوني واقفه في المطبخ كده عارفه انك بتعملي ايه. طيب عندنا دلوقتي طبق الشوربه بتاعنا، شوربه القرع العسلي بالشوفان. مهم جدا في تنظيم وقتك وتشوفي ايه اللي بياخد وقت كتير على النار وتبداي تحطيه على النار وتنسيه شويه. مقادير شوربه القرع العسلي بالشوفان تفاصيلها صغيره، الطعم جديد ومختلف. القرع العسلي ما بين انه احنا نعمله حلو، نعمله حادق، نعمله بالبشاميل، نعمله ايس كريم، معانا شوفان، معانا قرع عسلي، فص توم، بصلايه ناعمه، وشويه زعتر. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقه لطيفه وجميله. نعلي النار هنا كده، مش هستخدم هنا زبده، بس بصراحه يعني البطاطا الحلوه ما بتبقاش حلوه الا لما نحط لها مكعب زبده، بس الاكل بتاعنا النهارده هيلثي فمفيش مشكله، ننسى الموضوع شويه. بصلايه باخد الطعم الكراميلي بتاعها من غير اي زيت كده شويه الاول. شفت بقى الطعم بيجي منين؟ من التفاصيل الصغيره اللي بتكلم عليها دي كده. لما يكون عندك طاسه شديده الحراره او حله زي دي كده سخنه جامد، انزلي بالبصلايه متقطعه وسيبيها تتقلب شويه كده. نرجع لمدرسه زمان واكل زمان وطعم زمان وجمال زمان ودلع زمان، تلاقي طعم البصلايه المشويه في قلب الحله. جا منين؟ جا من التفاصيل الصغيره اللي بيتكلم عليها. اه، من غير زيت ولا زبده ولا سمنه، بدات البصلايه كانك بتشويها. الريحه الحلوه دي بتاخد القرع العسلي في سكه تانيه وطعم تاني خالص. اه، في الاخر هنزل بشويه زيت صغيرين. اه، شفت التحميره دي مهمه جدا. ميه البصلايه بتنشف بس في قلب الحله، ريحه البصل المشوي في قلب الحله. اه، التقليبه دي مهمه جدا، ما تسيبهاش وتروح تتشغل بحاجه تانيه، هترجعي تلاقيها محروقه وشكلها مش لطيف، خلي بالك. اه، بس لازم تكون نار شديده. علل ولماذا؟ لان لو حطيناها على نار بارده وحله بارده، ميه البصل هتنشف وتدبل مني من غير ما استفيد بطعمها، فلازم تنزل في درجه حراره عاليه جدا عشان اخد الريحه بتاعه البصل المشوي اللي بالشكل ده كده. اه، شامم ريحه حلوه انا، والشاهد على كده اساتذه المصورين. هننزل بمعلقتين من الزيت. الله عليك يا عم غازي. اه، هو ده. ونقلب. ايه الريحه الحلوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. فص توم حلو، لان القرع العسلي له ريحه كده وله طعم مختلف شويه، يعني بيبقى دايما معروف ان هو بيتاكل حلو، بيخش في اطباق الكسكسي كلنا عارفين. معانا زعتر. الله، هنا الموضوع اختلف. نقلب كده كده. انا بحضر البصله والتومه بالزعتر والطعم الجديد. ناخد القرع العسلي بتاعنا الجميل، اللهم صل على النبي. اهو، الله، ده طبعا طالع من الفريزر. احنا عدد افراد اسرتنا 5 4، ربنا يزيدكم يا رب. اشترينا حبه قرعيه عسله وزنها بيوزع 5 كيلو، قطعها على 5 اكياس تقريبا او 10 اكياس حسب عدد افراد الاسره، واحطها في الثلاجه من وقت للتاني، مره بالبشاميل، مره شوربه، مره ايس كريم. اه، بالشكل ده كده، مره مهلبيه، وهكذا. اه، ونقلب. والقرع العسل عندنا في الطريق الزراعي، وانت رايحه على بلاد بحري والصعيد الجميل، بثلاثة تعريفة العالم بيحسدنا عليه، بره بقد كده من الدولارات. اه، اه، ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ اه، نرجع للصديقة بتاعتي وصاحبتي الحلة اللي على ايدي اليمين. عارفين اللوكيشن بتاعها فين؟ دايما بتبقى على ايدي اليمين. اه، حلو، اوعى. اهي اهي اهي، بص الحلاوة اهي، مش الكوسة، الشوربة اهي اهي، شفت الحلاوة؟ هو ده. اه اه، اللهم صل على النبي. اهو 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 اهو، ايه الحلاوه دي يا ام غازي؟ هنقلبها تقليبه زي الفل. كذا طريقه بقى عايزه تعملي الشوربه دي، ممكن تشوي القرع ده في الفرن، ممكن تعمليه بالطريقه دي، بس طبعا هياخد شوفان، فلازم ان احنا ايه نتعامل معاه بالشكل ده كده. اهو، مش هنزل بالشوفان دلوقتي عشان لو نزلت بالشوفان هيعرقل عمليه السوى. الشوفان شويه اناني، في الياف فعاله وغير فعاله، عامل زي عداد الكهرباء بتاع المصانع والشركات، عداد يعد وعداد يحسب فلوس. فالشوفان فيه الياف فعاله والياف غير فعاله،
الالياف الفعاله اللي فيه اللي بتمتص الدهون والكوليسترول ومكنسه المعده بالاخر، والالياف اللي هي الغير فعاله اللي هي طبعا البروتين اللي موجود فيه والنشويات والحاجات اللطيفه. فانا لو نزلت بيه دلوقتي هيفرش لي الحله ويبدا يعركل عمليه السوى وما يبقاش لطيف، فانا مش هنزل بكل الكميه دي على فكره. احنا كرمه جايبين كتير يعني، اللي انا هنزل بيهم كلهم حفنه بدايه كده في الاخر خالص. هنغطي الحله دي ونسيبها تستوي على النار. كده عرفت ازاي تعملي شوربه القرع العسلي بالشوفان طريقه صحيه بنسبه كام يا مغازي؟ دي بنسبه 95%، مرحله اولى في قمه اولى من التنسيق. تعالوا نعمل مع بعض دبابيس الفراخ بالليمون. نعملها ازاي مع بعض؟ بما ان انا بحب دبابيس الفراخ دي قوي على فكره، وده كان منابي من الفرخه من ايد ام الله يرحمها. حلو الكلام؟ هناخد الدبابيس دي كده ننضفها الاول ونصنفرها كده بطريقه لطيفه. نشيل دي كده. والمقادير على الشاشه، دبابيس فراخ، القروشه دي بشيلها ملهاش عوزه، وجودها زي عدم وجودها اهو عشان هشيل الجلده، ودي طالما موجوده ما بعرفش اشيل الجلده منها. شفتي دول مش عايزهم خالص اهو. في كذا طريقه بقى لعمل الدبابيس دي، ممكن تعملها كريسبي، ممكن تعمليها صينيه بالبطاطس تبقى لطيفه وحلوه، ممكن تعمليها مع الباربيكيو صوص حلو، ممكن تعمليها بالليمون زي ما هعملها النهارده بطريقه جديده. هشيل ده كده من هنا، اللهم صل على النبي، ونمسك الدبابيس دي نروع عليها كده زي الفل بسكينه صغيره اهو من غير ما تعوري ايدك خالص. ومفيش داعي انك تروحي عند راجل الفرارجي تقولي له نضفها لي، استمتعي انت في تنظيفها كده اه. اول ما تعملها كده هتلاقيها طلعت لوحدها زي الفل. نخلي ده على جنب عشان كلهم يترموا مع بعض اهو، نفس القصه اهو. فرغيها كده ما بين ايديكي كده كانك بتفرغي جوز حمام للحشو، وتيجي هنا. حلو قوي. اقول لك على طريقه حلوه بس في سرك دي ها. خلي جنبك منديل ورقي كده واقول لك تعملي، عشان دي ايه طبعا فيها دهون. شوفي تعملي ايه كده اهو. يعني انا يمكن شويه عشان الهواء وعشان الشغل بتاعي ومتعود، انت مش متعود على الموضوع مش بس الموضوع اه. بص بقى تاني اهو، خلي المنديل هو هو. انا والله بعلمك وبكلمك الواقع اللي بيحصل في اي مطبخ. هتقولي يا شيف بغداد اشد الجلده دي بايدي ممكن اصبعي يتعور. شفتي اهو منديل نفس المنديل. هتقولي لها انا اجيب علبه مناديل اخلصها على شويه دبابيس اهو. موضوع بسيط خالص اهو. بعد ما نخلص هنشيل كل ده نرميه في الزباله، ملوش عوزه عندنا اهو. او عندك فوطه مطبخ مفيش مشكله، بس المنديل احسن يعني. بص يعني عشان اشدها بايدي صعب شويه، نجيب منديل تاني اهو. حاضر. الحاجات الصغيره دي خلي بالك زي دايما ما بقول، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هو ده برضو حاجه كده في مدرسه رؤيه وفن وابداع. انا شايف ان انتوا مليتوا منها، رؤيه وفن وابداع. عرفنا يا مغازي نشتري بنفسينا ونشتري الخضار صح ونشتري اللحمه صح، والرؤيه ان احنا نغرف الطبق كويس ونبص له كويس ونتخيل الطبق، كل ده تمام. درسنا ده ودرسناه خد جامعه، ولكن لما بقول تفاصيل صغيره والمعنى كبير والطعم جديد، اكيد بقى هنا بين السطور كلام كبير قوي اه. حلو كده انا خلصت من الايه زي الفل يا عم الشيف. اشيل ده كله كده بصراحه خالص وزي الفل تمام، ريحتك انا واديتك فكره حلوه. حلو الكلام، ما عورتش نفسك بالسكينه. الطاسه هنا شديده الحراره زي الفل. هاخد دبابيس الفراخ دي اتبلها تتبيله كده سريعه، واقول لك على طريقه حلوه تخلي التتبيله تثبت جوه الدبابيس دي بالسكينه بتاعتك دي كده اه. شفت ازاي اه؟ هو دي كده اهو. تاني ضربة السكينة الصغيرة ما بين الدبوس كده عشان التتبيلة تخش ما بين العظم واللحم والفص بتاع اللحم ده كده، يوم ما يبقاش فيه كتل دموية وتستوي وتاخد طعم اه. تاني اه. حلو بسكينة صغيرة برضه اه. خلي بالك لا ايدك تتعور اه. زي الفل. تتبيلة يا عم الشيف، شوية ثوم، الله، شوية ملح، الله، معلقة فلفلة حلوة، الله، حلو أوي، شوية زعتر كده فريش وطازة نمسكهم نفركهم بإيدينا،
انا بحب الزعتر اللي هو بيجي عند الراجل بتاع الخضار ده كده، مش دايما موجود بس لقيتيه موجود خديه وانت مغمضه كده، ما استخدمتوش النهارده هتستخدميه بكره. روزماري هاتيه في ايدك وانت ماشيه عادي، الحاجات دي حلوه على فكره، فليفر لطيف وجميل. حلو قوي عصره ليمون يا عم الشيف. هو ده الكلام بقى، التركات المغازي. هي دي، شكرا. ايه دي يا عم الشيف؟ معلقة نشا. هو ده، عايز تسأل، دي معلقة نشا. شوية البهارات بتوعنا، زعتر، بابريكا. ليه نشا؟ محدش سألني ليه. علل ولماذا؟ بتحط ايه على ايه عشان في الآخر يدينا ايه؟ معلقة النشا دي الكفر والفليفر والتتبيلة اللي أنا تبلت بيها الدبابيس، هتثبتها على الدبوس لغايه لما ياخد لون الاحمرار اللطيف الجميل، بمعلقه زيت زيتون في قلب الطاسه الحلوه دي كده، ولازم الطاسه تكون شديده الحراره، ومعلقتين زيت كفايه، ونمسك الدبابيس كده يا عم الشيف. تعالي يا حلوه، الله، هو ده. هياخد تحميره حلوه، عندنا عصير ليمون جاهز، بشره ليمون جاهزه، سلايز من الليمون جاهز زي الفل. طبعا عايز اقول لحضراتكم مهم جدا اللي بيفوتوا الحلقه، احنا قبل ما اطلع من مبنى ماسبيرو بجد ولا لا، بشوف الحلقه على السوشيال ميديا واشوف ايه الاخطاء، ايه اللي المفروض كنت اقوله، ايه المفروض اللي ما كنتش اقوله، ايه المعلومه اللي ممكن اضيفها هنا، وابدا اراجع نفسي. حلو الكلام؟ والله العظيم بشهاده يعني لفريق السوشيال ميديا اللي بيتابعنا واللي بيباشر واللي بيتابع كل التفاصيل على الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي. طبعا معايا الكوسة على النار، ومعانا دبابيس الفراخ بتاخد الصدمة النارية على النار. بص على الحلاوة، بص بالله عليك، بص على التفاصيل. قال لك التفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيره، بس عايز قبل ما اتكلم، شايف مكان ما تبلت دبابيس الفراخ ملاحظين حاجه؟ جم المساعدين بتوعي يشيلوها، قلت لهم انا عايزها هي نفس الكاسرولله ونفس البوله بنفس تفاصيلها كده، بس انا عايز اعيشك الحقيقه والواقع. هي انا عايزها دي على فكره، الطعم هنا والتست هنا، خلي بالك. اهو نفتح الفرن نشوف الكوسه مع بعض اللي انا حطيتها في طبق التقديم اللي هو البايركس او الازاز اللي انا هقدمها فيه، ودخلتها الفرن عشان اقدمها في نفس البايركس او في ايه ده؟ ايه الصوره؟ مش انا اللي عامل ده يا اخوان، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ قرن الفلفل الاحمر زي الفل في قلب الفرن، تمام؟ والصوره الحلوه من داخل الفرن بتفاصيلها على الشاشه. تعالى يا عم الشيف قول لي عجبك الصوره، انت هتستمر كده كتير ولا ايه؟ قول لي قول لي ولا تخبيش يا زين. نرجع ل الكسرولة بتاعتي. الأول خلونا نقلب الدبابيس ونشوف أخبارها إيه. حلو أوي. لا ده الموضوع هنا يحتاج تفاصيل كتير أوي. شايف الدبوس؟ شوف خد الإحمرار الحلو والقرمشة دي إزاي؟ كلها معلقة زيت. تاني. حلو أوي. في قلبها عود روزماري، وزي ما قلت لحضراتكم عايز الطاسة. والسر في الطاسة. يلا دي كده، نقفل دي كده. يلا يا حاج. حلو قوي. مهم جدا، وارد وانت شغالة في قلب مطبخك. حلو قوي، تمام. شفت الدبابيس شكلها عامل ازاي؟ هناخد شوية بوكيه جرنيم اللي عندي ده كده. ركزوا في الموضوع ده عشان مهم جدا. وننزل بوم هنا كده. شفت الحلاوة دي كده؟ صفيهم كده، عايزهم دول بس، تمام. ونحط عليهم يا عم الشيف للامانه معلقة نشا صغيرة. دي التركاية بقى، دي الخبرة الطهوية اللي بتكلم عليها. دي المية دي اهو. وأقلبهم كده. كمان شوية. عندنا عصير ليمون، فاكرينه ده؟ بنزل بينا كده اهو. معانا سلايز ليمون، هرص هنا كده. كده.
بشره ليمون اخدها انزل بها هنا كده. دي صلصه الليمون اللي انا انزل بيها على الفراخ عشان مع طبق رز مصري شويه مكرونه سباكيتي كده. يبقى الطبق بين ايدك طبق له يستحق التقدير. نشا البيون اللي كنت متبل فيه الفراخ اللي هو التوم وعصير الليمون والطعم بتاعنا، هاخدهم زي ما هم كده يا عم الشيف. بص على الحلاوه بقى، ننزل بهم كده مره واحده. واحده واحده عينيا. الله. ونسيبهم على النار يا مغازي ياخدوا غلوة. ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ خلي بالك الطعم والفليفر مكان ما كنت متبل الفراخ. زي الفل. كيلو دبابيس فراخ، جيب 2 كيلو حسب عدد افراد الاسره، جيب نص كيلو مفيش اي مشكله، ولكن طريقه التنفيذ والطريقه اللي انا اشتغلت بيها والطريقه الجديده والتفاصيل الصغيره دي كلها اكيد خبره طهويه. حمرتهم الاول في طاسه بعد ما تبلتهم، وبعدين نزلت بالبيون بتاعنا الجميل واسيبهم ياخدوا غلوه على النار، واشوف شوربه القرع العسل بتاعتنا اللي هي بالشوفان اهو. ده مش محتاج الهاند بلندر خالص، خلي بالك لان تفاصيل القرع العسلي عايز اشوفها كده اهو بالشكل ده كده، هي هو لوحده بيتهرس. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ الله. معايا الشوفان بتاعنا مش كتير، شويه كده بقبضه ايدي. كمان شويه بس خلاص زي الفل. ونخليه هنا برضو معانا اهو. تمام، شفنا استخدمنا الشوفان ازاي، ونقلب كده. اللهم صل على النبي. دي بقى لو مش عاملها دايت انا والاكل النهارده مش هيلسي ومش صحي، نص كوب من الكريمه اللباني ودانا في مكان تاني خالص. نص كوب من الكريمه اللباني. الشوربه دي لطيفه وجميله وكلها عناصر غذائيه مفيده جدا. القرع العسلي اليقطين مش محتاجين نتكلم عنه. وبعدين دلوقتي في التكنولوجيا والتحديث، كبسه زر على التليفون اللي بين ايدك دلوقتي اللي انت ماسكاه ومش مخليها بالك من القناه الاولى، وبزعل انا خلي بالك، طالما انا شغال على القناه الاولى خلي التليفون والريموت كنترول في اوضه ثانيه من فضلك عشان ما نضيعش وقتنا، وتابع انا بقول ايه، لان من بين التفاصيل وبين الكلام وبين السطور بقول معلومه غير معلومه، خلي بالك ده مهم جدا. الشوربه هنا جاهزه زي الفل تمام، هقدمها. حلو. القرع العسلي الاول خد الطعم من البصلايه اللي انا حمرتها وشوحتها وخدت الكرمله بتاعتها في قلب الطاسه من غير اي ماده دهنيه زي ما شفنا في البدايه. الشوربه كده نغرفها، ممكن نحط لها شويه بقدونس شويه كرفس مفيش اي مشكله. طبق الشوربه هيتغرف هنا. اللهم صل على النبي. مكانه كده حلو تمام زي الفل. طيب تعال ادي الشوربه جاهزه. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ما اقولكش شويه شوربه من دولت في جو الشتاء ده، وانا قاصد اسيب تفاصيل القرع العسلي ده كده بالشكل ده كده بالطعم ده كده عشان اللي يقعد على السفره يعرف يقول احنا عاملين ايه. الله 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 الله، شوربه صحيه من الدرجه الاولى بنسبه 99.9. قولي لي فين الماده الدهنيه هنا؟ قولي لي فين المشكله الصحيه هنا؟ الف هنا وشفاء للي ياكل واللي يشرب. نشيل دي ونخليها على جنب. دبابيس الفراخ اخبارها ايه؟ نبص عليها. لا هنشوف الكوسه دلوقتي ما تقلقش. ايه الحلاوه دي يا ابو غاز؟ ايه الجمال ده يا ابو غاز؟ ايه ده؟ ايه الستايز الليمون مع طعم الليمون مع طعم الدبابيس؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ نغرفها مع بعض يلا؟ يلا، اللهم صل على النبي، يلا، واحده واحده. نجيب طبق التقديم بتاعنا زي ده كده، حلو قوي. جميل قوي. انا بقى هنا ضفت تركايه حلوه كده مش مكتوبه في المقرر. مش مكتوبه في المقادير. انا بعشق البصل الاخضر. وعروق البصل الاخضر والزيوت الطياره اللي في عروق البصل الاخضر اللي دايما الصينيين واليابانيين بيستغلوه احق استغلال واحسن استغلال، في الفرايد رايز،
في الحشوات بتاعتهم، في السوشي بتاعهم، في المطبخ الصيني الياباني، تلاقي البصل الأخضر ده يتصدر القائمة الأولى. بس مش البصل بتاعنا ده، مش موجود في أي بقعة من الأرض غير في الأرض الطيبة مصر، خلي بالك. التاني لا له طعم ولا رائحة ولا لون. هناخد العروق دي كده، اهي شفت التقطيعة دي كده بسكينة حامية، دي مش موجودة في المقادير بس هي للتقديم. حلوة برضو دي، جت معايا ازاي مش عارف. مش موجودة في المقادير ولكن موجودة للتقديم. الله على الصوت الحلو ده، جيب لي تفاصيل الصوت ده كده. الله، بيتكلم مصري. هنشيل دول كده وناخدهم نحطهم كده في أرضية الطبق ده كده. طب أنت عملت كده ليه يا مغازل؟ لا أنا عايزك بقى تاكل صلصة الليمون اللي هتنزل على العروق دي كده، وتاكلها بالمعلقة كده وأنت عايشة مع الدبوس الفرخة والفص بتاع الدبوس وتفاصيله وطعمه. موضوع تاني برضه، قصة تانية وحكاية تانية. نغرف مع بعض. فين يا مغازي؟ هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حبيبي، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ لا بقى تفتحه من الجنب، تفتحه من اي، من عند اللحمه، من عند العظمه. اذا لقيت دم تعالى حاسبني. ادي مستقالتي على طول. ليه بقى؟ ضربه السكينه ما بين العظمه وبين الفص بتاع الدبوس هو اللي ينجيني من اي تفاصيل او دم او خلاف. الصب جنب بعض كده. طب ما عنديش يا مغازي البصل الاخضر ده، حاجه فيها حاجه بديل ليها؟ في بديل اقول لك. جيب الفلفل الالوان، قطعيه كاريهات وحطيه. طب ما فيش فلفل الوان، اعمل ايه؟ شويه رز حلوين كده او مكرونه سباكيتي. قولي لي بقى، انت عملت دبابيس الفراخ بالشكل ده وبالطعم ده وبالتفاصيل دي قبل كده؟ يبقى نستحق بقى حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. العود الروزماري ده مهم جدا. يا دلعك يا دلعك يا دلعك يا دلعك يا دلعك. شوف الحلاوه نازله، شوف الجمال، شوف الخبره الطهويه، شوف الشكل الانسيابي الحلو ده. هو ده، تفاصيل كتيره هنا على فكره، والمعنى كبير والطعم جديد. اللهم صل على النبي. تمام، نروق الدنيا. في حاجه معاك زي الفل مخرجنا حبيبنا؟ عايز تشوف الكوسه؟ عينيا. حاضر يا فندم، حاضر، طلع لك الكوسه دلوقتي ونسمع الكلام. بس نروق المطبخ عشان نفسنا تتفتح للاكل. خلي بالك، دايما بقول مطبخك نضيف بعد ما تخلصي كل حاجه، هتقعدي في وسط ولادك كده وتسمعي الكلام الحلو. تسلم ايدك يا ماما، والواد الشقي في العيله والبنت الجميله في العيله، هتقوم تبوس ايد ماما وراسها وتقول لها يا ماما ربنا يخليكي لينا يا ماما، ودايما ناكل من ايدك الاكلات الحلوه. وادعي لي انا بالمره كمان. تسلم ايدك يا شيف مغازي. طلع الكوسه بقى وصلى على الحبيب، قلبك يطيب. كوسه محشيه يا لنجي بالخضار. شوف التفاصيل مع القرن الفلفل الحلو. هخلي مكانها هنا لو تسمح لي. الله الله على الريحه الحلوه. تتكلم مصري لان هي تفاصيلها مع الرز المصري مش الرز البسمتي، خليها زي ما هي كده. مطبخنا النهارده، مطبخنا النهارده له تفاصيل كتيره، معلومه غير معلومه شفناها مع بعض. بدانا بالكوسه المحشيه بالخضار وتفاصيلها من المطبخ الشامي، ولكن اللي عاملها مصر بخفه دم مصريه. ومعانا شوربه القرع العسلي، هيلسي صحي 100%. دبابيس الفراخ كمان بطريقه صحيه، ولما اقول الوقايه خير من العلاج، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء. خلي بالكم، وصحتك في اكلتك وفي مطبخك وفي ذكائك وفي قمتك وفي شطارتك للمطبخ، ده مهم جدا على فكره. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.